تعالوا نروح بقى لتقرير تاني، حيث افتتح السيد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء معرض أهلا بالمدارس في ميدان المالح بوسط مدينة العريش. أكد المحافظ أن البيع هيكون بأسعار مخفضة جدا تصل إلى 30%، والحقيقة كلفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالرقابة، وطبعا الرقابة على الأسعار منعا لحدوث أي مشاكل في قصة الأسعار. تعالوا نشوف التقرير ونرجع لكم تاني ونهاية الأسبوع. معرض دخول المدارس ده بيعتبر سنة قديمة واحنا مستمرين عليها، والغرض منها راحة المواطن، وان المواطن وانا يمكن السنة دي اشترطت على رئيس الغرفة التجارية ان يبقى على الاقل 30% من المحل من الباكيات لتجار من خارج العريش، عشان خاطر يبقى فيه التنافس، والتنافس ده هيعود على المواطن. افتتاح المعرض ده رسالة قبلينا بيصل للمواطن ان احنا على اصرار وعلى عزيمة، وانا مع معالي الوزير المحافظ بيصر على انه المعرض ده اول افتتاح المدارس، دي تاكيد على ان التعليم هو الاساس، ان التعليم او افتتاح المدارس لا رجع فيها. المعرض يعني حاجة هائلة جدا، والحاجات اللي فيه في متناول الجميع، وأنا شايفة إقبال جامد من الناس. يعني بنشكر السيد وزير المحافظ، ونشكر كل العاملين والغرفة التجارية، كل العاملين على المشروع ده، لأنه هايل وهيخدم كل الناس. أنا شخصيا بالنسبة لجمعية أحباء مصر جيت هنا المعرض وكلمت معاهم، فهم استعدوا أن يدوني شنط للأيتام بسعر رخيص. احنا متواجدين في معرض أهل المدارس في وسط البلد، اللي احنا كل سنة احنا بنعمل المعرض ده. المعرض المقصود منه تخفيف عن كاهل المواطنين في بداية فتح المدارس والجامعات، فالحمد لله يمكن المعرض ده تحت إشراف المحافظة والغرفة التجارية ومديرية الأمن والتموين ومباحث التموين، فيمكن الحمد لله احنا نشوف يمكن انتوا عديتوا وبصيتوا على المعرض، وسيتم افتتاحه بعد ربع ساعة أو نص ساعة. الحمد لله يمكن الكراسي والأقلمة متوفرة، والملابس الأطفال، ويمكن الملابس الرياضية والشنط. النهاردة تفضل السيد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بافتتاح معرض عودة المدارس في حضور الجهاز التنفيذي والأهالي، وده برضو بنأكد ان المحافظة برضو بتنعم بجزء كبير جدا من الاستقرار الأمني. ويمكن من أجمل الأخبار اللي سمعها المواطنين في محافظة شمال سيناء عودة المدارس والجامعات، وده أكبر دليل ان احنا كل يوم بنتحسن النهارده غير امبارح وهكذا يعني. وده مش ممكن طبعا ان المحافظه ككل او الجيش الشرطه هم اللي يحاربوا الارهاب، بس ان احنا كلنا هنحارب الارهاب بالعلم، بالرياضه، بالعمل، بالتكامل والشموليه. احنا طبعا كشباب احنا متواجدين دايما في العمل العام والتطوعي، كل هدفنا ان بلدنا تتحسن، وكل بقى هدفنا ان احنا نبقى متواجدين حتى النهارده زي معرض عوده المدارس. برضو دورنا ان احنا نبقى متابعين لحركه الاسعار وحركه البيع، عشان خاطر برضو المواطن فيه اللي مكفيه، وطبعا مش هنسمح لحد ان هو يعني يغلي عليه في الاسعار. طبعا ده وظيفتنا ان احنا نتابع عمليه البيع، ولو في اي خطا او اي تجاوز ان احنا نخطر سياده المحافظ ونخطر المسؤولين. المعرض احنا اساسا لازم نقدم الافاده للمواطن، اهم حاجه ان المواطن يستلزم ان هو ياخذ باقل الاسعار اللي هي مثلا تفيده، وباقل التكلفه، وان هو يحب يفضل يرجع تاني للمعرض على اساس ان هو المعرض اقل اسعار من المحلات التجاريه. اعلان عوده الدراسه في موعدها تعني عوده الحياه وسط فرحه عارمه من جميع المواطنين. مهما طال الليل لابد من بزوغ الفجر. كل عام والجميع بخير. شيرين طبراني، شمال سيناء.